ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارنه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يخشى السدرة ما يخشى. زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلله الآخرة والأولى. أذن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.